اول حاجه هتاخد اصحابك الهبل اللي لسه ما ناموش عشان تصلوا العيد، وواحد جايب له مسدس وهيفضحونا النهارده. انا عارف. بدانا الصلاه والاجواء كانت حلوه قوي في مسجد ابو جبل، وكانوا معلقين بلالين فوق وشغل عالي قوي. اهم حاجه بقى الناس كانت مستنياها، وهي البلالين وهي بتنزل من فوق. كان منظر مبهج جدا الصراحه، والناس بهدلت الدنيا. خلصنا صلاة بقى وبنسلم على اصحابنا، وصديقي احمد عايد عليا بالعشرة جنيه الجديدة. الله حبيبي يا برو. انت اخويا حقه حقيقة يا لمبي. امال ايه يا عم يا اخويا يا لمبي؟ مش مصدق نفسي يا لمبي. خلصنا صلاة نفطر بقى، طلعنا عند ابو رامي لقيناه زحمة جدا ما شاء الله، الناس كلها بتفطر طعمية اول يوم العيد. جبنا منه يجي 15 سندوتش كده وخدناه عشان ناكلهم بقى مع اصحابنا بالراحة. يا جماعة كله هياكل، كله هياكل طعمية عسل. هوب الاكل خلص في 5 دقايق. بعد كده نزل لنا شويه ترمس وحلبه، بس ايه عظمه من ايد ستنا الغاليه، تسلم ايدك. بعد كده شويه شاي بلبن، مش عارف اقول ايه من حلاوته والله. وما ينفعش يكون في عيد من غير مرجيح. طلعنا على مرجيحه الحاجه راويه، ركبنا ب5 جنيه ورجعنا ذكريات الطفوله ودلعنا نفسنا، واشترينا بالون سمكه القرش اللي بتطير ب10 جنيه، وكله تحت السيطره. بعد المراجيح لازم كشري. طلعنا عند ابو فرح لقينا عنده عيد تاني، لقيناه زحمه جدا لان الكشري عنده جامد. نجيبه كشري عادي؟ لا طبعا، نجيبه في كيس. قال ايه بقى؟ عشان نرجع ذكريات الطفوله. بس بامانه الكشري في كيس له طعم تاني وجامد جدا، مش عارف ايه السر في كده بس طعمه رهيب. ونختم يومنا الجميل ده بتمر هندي من عند ممدوح بجنيه ونص، بس ايه 10 على 10.